إذن لأجل ذلك نبحث اليوم ملف الفشل في إدارة ملف المياه في العراق وموجات النزوح الناتجة عن الجفاف والتغير المناخي مع ضيفنا عبر سكايب من ستوكهولم الدكتور نظير عباس الأنصاري الأكاديمي المتخصص في شؤون المياه. دكتور نظير حياكم الله. دكتور، يعني هذه ليست المرة الأولى التي يواجه فيها العراق مثل هذه التحديات عبر العصور، ولكن لماذا في هذه الوقت تثار التحفظات والتخوفات من هذه الموجة من الجفاف والتغير المناخي؟ ما خطورة ذلك دكتور؟ بداية شكرا على الاستضافة وتحية لكم المشاهدين الكرام. بالنسبة للي تفضلت به، صحيح العراق مر في فترات جفاف نسميها، لكن هذه تختلف بشكل كبير جدا عن ما سبق من فترات جفاف، لأن هذه الفترة أولا فترة الجفاف هذه خلينا نقول أسوأ من غيرها. والسبب هو التغير المناخي، والتقرير اللي تفضلت به يعني به معلومات كثيرة جدا، إضافة إلى شيء آخر وهو المشاريع المائية التي أنجزت في إيران وتركيا، هذه زيدت المشكلة بشكل كبير جدا. إضافة إلى عدم وجود خطة تلائم المشاكل الحالية والمتوقعة مستقبلا، فلذلك نشوف أنه هذه الأزمة هي أسوأ الأزمات اللي يمر بها البلد مع الأسف. طيب دكتور، إذا تحدثنا عن يعني على من تقع المسؤولية، من المسؤول عن انخفاض المخزون المائي إلى 7.5 مليار متر مكعب للمرة الأولى بتاريخ العراق؟ كيف يمكن للحكومة يعني أن تسمح بذلك؟ هي القضية بالحقيقة مو شخص أو جهة واحدة مسؤولة، هي الحكومة ككل مسؤولة عن هذا الشيء. أولا يعني دائما يتحدثون عن وجود خطة استراتيجية والشركات الإيطالية اللي وضعتها سنة 2015 والتي أثبتت فشلها الذريع، لكن دائما يتحدثون عن هذه الخطة. يعني أريد أعرف وين هذه الخطة إذا وصلنا إلى هذا الوضع السيء، طيب شو سوت لنا هذه الخطة؟ فالحكومة ككل كان لازم تراجع هذه المسألة، لأنه مو بس وزارة الموارد المائية هي المسؤولة عن هذا الملف، وزارة الزراعة أيضا مسؤولة ووزارة الموارد المائية بشكل رئيسي، لكن هذه الوزارتين إذا ما عندها المخصصات الكافية وما عندها الكوادر المتناغمة اللي تعرف ايش تسوي، لأنه احنا نعرف أنه التعيينات كوزراء ووكلاء وزارات والمدراء العامين مفروضين على الوزير لتقاسم السلطة بين الكتل المختلفة، فهذا ما يجعل التناغم والتعاون بشكل صحيح جدا. إضافة إلى هذا الشيء، هناك مع الأسف قسم من المسؤولين في الدولة يجهلون أهمية هذا الملف بشكل مطلق، وجزء آخر مستفيد من هذه الأزمة. كيف مستفيد من هذه الأزمة؟ بأنه احنا دا نستورد مليارات الدولارات من المواد الزراعية من دول الجوار، وهذا من دا يستوردها؟ طبعا ما يقدر يستوردها المواطن العادي مثلي ومثلك، لازم اكو اتصال بناس مسؤولين اللي هم المستفادين الاولين من هذه المسألة. دكتور، ولكن الملاحظ يعني المتتبع للشأن خاصة فيما يخص المياه والزراعة، تكون تحركات العراق في كل مرة عبارة عن ردة فعل وليس بناء على تخطيط، على مراقبة أو خطة متكاملة، أين الخلل إذن دكتور؟ صحيح، مواني قلت قبل لحظات أنه يتكلمون بمسألة وجود خطة استراتيجية، لكن لا تنفيذ لأي خطة استراتيجية، والقرارات مثل ما تفضلت ارتجالية، وكل وزير يستلم
أي وزارة بغض النظر عن وزارة الموارد المائية، كل الوزارات، نلاحظ أنه الوزير يبدي أول شيء يوقف كل شيء بدأ به الوزير اللي قبله، ويبدي من جد وجديد بمشاريع جديدة. فلذلك ما أكو خطة استراتيجية، قرارات آنية، ودائما نشوف من يصير مشكلة معينة يطلع المسؤول يعطيك أشكال وألوان المبررات اللي هي غير حقيقية، وبعدين بنفس الوقت يسمع المواطن بمشاريع مستقبلية عجيبة غريبة لا يتم تنفيذها إطلاقا. هذا هو الواقع اللي دا يصير عندنا مع الأسف. دكتور، ما أهمية دعم دول الجوار للعراق أيضا في نفس الوقت؟ كيف في نفس هذه النقطة، يعني كيف تقيم الموقف الإيراني لا سيما بعد مجمل التسهيلات التي قدمتها أنقرة للعراق؟ نعم، شوف، احنا يعني لازم ننظر للأمر بصورة واقعية. يعني كل دولة تحاول أنه تحصل أكثر ما يمكن للتنمية الاقتصادية ورفاهية شعبها. فلذلك انت لا تتصور أنه دول الجوار راح تجي تساعدنا للا شيء إطلاقا. احنا دا نستورد، يعني مع الأسف الاستيرادات من إيران، يعني اقتصاد إيران أصلا السنوات البضع سنوات الماضية معتمد بصورة رئيسية على العراق، لكن مع الأسف ماكو أي تناغم وتجاوب بين الجانب الإيراني والعراقي في مسألة شحة المياه، علما بأنه إذا لاحظ تصرفات إيران غريبة عجيبة. يعني من أفغانستان حاولت أن تبني سد على نهر مشترك بينها وبين إيران، إيران يعني أعلامها قام الدنيا ولم يقعدها، بينما حولوا عدد من الأنهار المهمة وأولها الكارون والكرخة وديالة اللي هو فرع الرئيسي سيروان وغيرها من الوديان الجانبية، ومع الأسف الحكومة العراقية لم تحرك ساكنا. شنو السبب؟ نعم، لازم تسألهم ولهم حتى يجاوبون ليش. نعم، كان معنا عبر سكايب الدكتور نظير عباس الأنصاري الأكاديمي المتخصص في شؤون المياه، حدثنا، مشكورا من ستوكهولم.